الله الله على الأزهر الله 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 أكبر قرب الدنيا كمان أكبر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رب حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مستقلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تظهر طول ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فسهل لنا أمرنا وعلمنا ما ينفعنا. إن شاء الله تعالى نبدأ درسا جديدا في شرح كتاب التبيان في إعراب القرآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. فضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى يا أيها الناس أي اسم مبهم لوقوعه على كل شيء أتى به في النداء، توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام. إذا كانت ياء لا تباشر الألف واللام وبني الله الله على الأصل. على مسلمين يبعد سلام في كلمتين يا هلا الله مستقلي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء تظهر طول ما تشاءنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. لكن هو لفظ جلالة بتكوينه وهكذا، وليست ال أداة ايه، وليست ال أداة ايه، أداة تعريف. يا أيها، يا أيها، يا أداة ايه، نداء. أيو اللي احنا بننادي بيها، أيو منادى مبني على ليه، على الضم، والهاء ليه، للتنبيه. والناس، والناس نعت او صفه مرفوعه بالايه، بالضم كده. اين المنادى في هذا الكلام؟ قال المنادى الناس كده. امال اي دي؟ قال اي دي واصله للنداء ما فيه ايه، ما فيه ايه ال. واي صفه؟ والناس صفه لازمه، يعني ليه لا تحذف. ليه؟ قال لانها هي المنادى، كيف تحذف كده؟ يبقى لازم تبقى ايه، موجوده. يا ايها الناس، واحنا قلنا قبل كده الناس، لماذا بيقول يا أيها الناس؟ الآية بتقول يا أيها الناس لأن ربنا في الآية قبل كده، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن ليه، كما آمن الناس. وهناك قلنا الناس إما المقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آمنوا كما آمن أصحاب رسول الله، وإما أن يقصد بها الناس، يعني من يتصف بهذه الصفة، الناس العقلاء كده، عندما يسمعوا الدين يقبلون ايه عليه. آمنوا كما آمن الناس، وإذا كان النداء عاما، الإسلام دين أتى للبشرية كلها، لكل الناس، عشان كده بينادوا يا أيها الناس. تفضل يا سيدي. وها مقحمة للتنبيه. نعم. لأن الأصل أن تباشر يا الناس، فلما حيل بينهما بأي عوض من بأي عوض من ذلك ها. نعم، يعني كأن الهاء للتنبيه وعوض عن اكتب عندك كده، وعوض عن المضاف إليه، لأن أي دائما تأتي مضاف، أي دائما تأتي مضاف،
إذا جاءت للاستفهام تأتي مضاف، يعني كده أي كتاب عندك، يعني كده تأتي مضاف. إذا جاءت للشرط تأتي مضاف. أي إنسان يصلي يكافئ من الله تبارك وتعالى، يبقى إذا جاءت شرطية تأتي مضاف، إذا جاءت للاستفهام تأتي مضاف، إذا جاءت موصولة تأتي مضاف. فأين الإضافة هنا؟ الهاء عوض عن الإيه؟ عن المضاف إليه. وليسين والناس وصف لأي لا بد منه، لا بد منه يعني يعني وصف لازم، وصف إيه؟ لازم ليه؟ لازم ليه؟ لأنه هو المنادى في الأساس، إحنا بننادي الناس. وليسين لأنه المنادى في المعنى، ومنها هنا رفع ورفعه على أن يجعل بدلا من ضمة البناء. وأجاز المازني نصبه كما يجيز يا زيد يا زيد الظريفة وهو ضعيف. يعني كأن الناس منادى مرفوع، لماذا هو مرفوع؟ قال على لفظ أي، أي هناك مبنية على الإيه؟ على الضم، يبقى مرفوع كده، نعت مرفوع على الإيه؟ تبعا لللفظ، تبعا للإيه؟ تبعا لللفظ. وليسي ولو نصبت تنصب على المحل. طبعا نعم. لكن هنا لا تنصب على المحل، لا يصح هنا أن تنصب على الإيه؟ على المحل. وليسي لما قدمنا من لزوم ذكره والصفة لا يلزم ذكرها. من قبلكم من هنا عايزين نفهم دي. وأجاز المازني نصبه كما يجيز يا زيد الإيه؟ الظريفة. نحن عندنا يا زيد الظريفة، ممكن أقول يا زيد الظريف، زيد منادى مبني على الضم، والظريف نعت مرفوع تبعا لإيه؟ للفظ زيد، مش كده؟ لا. وممكن أقول يا زيد الظريفة، تبقى الظريفة نعت منصوب تبعا لمحل إيه؟ زيد، لأن أصلها أدعو زيدا، لأن إيه؟ لأن أساسا إيه؟ مفعول لفعل إيه؟ لفعل محذوف. طيب، وهو ضعيف لما قدمنا من إيه؟ من لزوم إيه؟ ذكر، والصفة لا يلزم ذكرها. يعني كأن إيه الفرق؟ لماذا لم ننصب كلمة الناس؟ لأنها صفة إيه؟ لازمة. أما كلمة الظريف فهي صفة غير إيه؟ غير لازمة، فيجوز فيها الإيه؟ الوجه. وليسي والصفة لا يلزم ذكرها، ها؟ أول قال صفة لازمة. نعم نعم، ما هو صفة لازمة، الناس صفة لازمة. أما في زيد الظريف فالصفة هنا غير إيه؟ غير لازمة. يعني هنا الألف واللام في الصفة ليس ليس أي صفة لازمة. نعم. الصفة المعهودة هي في الظريف. فين بيقول فين؟ لما قال والصفة لا يلزم ذكرها. ها؟ بعد الكلام على. ما بيقول والصفة لا يلزم ذكرها. يعني ممكن أقول يا زيد، ممكن أقول يا زيد الإيه؟ الظريف، ممكن ما أجيبش الصفة، مش كده ولا لا؟ ولكن يا أيها أستطيع إن أنا لا آتي بكلمة الناس. لأنها المنادى في الأصل، يبقى دي صفة إيه؟ كلمة الناس هنا صفة إيه؟ لازمة وأصيلة ولا بد وأن تذكر. ولكن في يا زيد الظريف، ها؟ ممكن إيه؟ أقول يا زيد ولا آتي بالإيه؟ ولا آتي بالصفة. وليسي من قبلكم، من هنا لابتداء الغاية في الزمان والتقدير والذي خلقهم من قبل خلقكم فحذف الخلق وأقام الضمير مقامه. نعم. لعلكم متعلق في المعنى بعبدوا، يبقى من هنا لابتداء الغاية لإيه؟ للزمان والتقدير والذي خلقكم إيه؟ خلقهم من إيه؟ من قبل خلقكم، فحذف الخلق وأقام الضمير إيه؟ يعني من قبل خلقكم، هي التقدير كده، من قبل إيه؟ خلقكم، فحذف كلمة الخلق وأقام الضمير إيه مكان، يبقى قبل مضاف والكاف إيه؟ مضاف إليه، والميم علامة الإيه؟ علامة الجمع. أي اعبدوه ليصح منكم رجاء التقوى. نعم. والأصل الآية، الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر مش ولا؟ وبعدين ليه كده؟ ربنا بقى بيجيب النعم، بيذكر النعم الذي تقتضي له الإيه؟ العبادة. أول نعمة إيه؟ الذي إيه؟ خلقكم، وهي النعمة القريبة جدا المباشرة للإنسان. وبعدين والذين من إيه؟ ها؟ والذين من قبلكم، يعني الآباء والإيه؟ والأجداد. ربنا بيذكرنا بالنعم عشان نقبل على إيه؟ ها؟ على عبادته. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من إيه؟ من قبلكم. قول يا سيدي. لعلكم إيه؟ تتقون. لعلكم تتقون. قول يا سيدي. والأصل تو تقيون. نعم. فأبدل من الواو تاء
وأضغمت في التاء الأخرى وسكنت الياء. والفعل الفعل الفعل وقية الفعل واو وقاف وإيه ها ويا كده. وبعدين لما نجيبه بقى في المضارع أقول إيه ها ها توتقي يعني هنجيبه من غير الواو هنقول إيه ها أنت إيه ها توتقي. إيه اللي حصل؟ قال قلبت الواو تاء وأدغمت في الإيه في التاء هيبقى هقول إيه أنت إيه تتقي. طب هنجيب الفعل بقى الفعل في آخره ياء وحسنده إلى واو الإيه الجماعة يبقى هقول إيه بقى إيه ها توتقيون. انهينا قضية الواو والتاء يبقى هنقول ايه ها يبقى ايه تتقيون تتقي حول ايه تتقيون. طب ايه اللي حصل؟ قال الياء عليها ضمة فنقلت الى الحرف اللي ايه الحرف اللي قبليها كده وسكنت فلما سكنت ايه حذفت يبقى الضمة نقلت الى القاف فقلنا ايه بقى تتكون. هنقراها تاني تو تقيون نبص لها كده مع بعضين تو تقيون الواو والايه والتاء في الاول قبل ما نتكلم عن الياء اللي في الايه في الاخر. الواو قلبت تاء وادغمت في الايه في التاء فاصبحت ايه تتا مش كده لا يبقى ايه مش تو تقيون بقت ايه تتقيون. طب والياء اللي في الاخر اللي قبل الواو اللي عليها ضمه نقلت الواو الى الايه الى القاف تمام كده فسكنت الياء وحذفت فاصبحت الكلمه ايه بقى تتكون. قول يا سيدي تمام. طب تتكون على وزن ايه المكتوب عندك اهو تفتعون اين اللام لماذا يقابل ايه يقابل الياء التي حذفت يقابل الياء التي ايه يبقى حذفت اللام من الميزان لمقابلة الياء التي حذفت في الايه في الموزون وهو الفعل تفتعون. قول يا سيدي وقد تقدمت نظائره فوزنه الان تفتعون. نعم. قال تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. امتداد أو تكملة للنعم. النعم في الآية السابقة إيه؟ خلقكم والذين من إيه؟ من قبلكم. والنعم هنا إيه؟ الذي جعل لكم الأرض إيه؟ فراشا وإيه كمان؟ والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا إيه؟ رزقا لكم. يبقى دي نعم ربنا بيعددها عشان يحثنا أو يدعونا إليه إلى عبادته وتقديسه وتسبيحه وإيه؟ وذكره. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وهنا جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء نعم كثيرة يذكرها الله تبارك وتعالى. الذي هنربط الآية بالآية لعلكم تتقون الذي تبقى هنعرف الذي مفعول به مش قالنا تتقون الذي تبقى الذي نعرفها إيه مفعول به يبقى الذي اسم موصول في محل إيه مبني على السكون في محل نصب مفعول ايه مفعول به. واحنا قلنا قبل كده ان المبنيات اذا كان فيها مد يبقى مبني على الايه على السكون ها تتكون الذي يبقى ايه مفعول به ده راي. طب الراي الثاني يقول ايه ان الذي دي مبتدا كده الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وفي اخر الايه ايه خبر. وراي اخر ها انها مفعول به لفعل ايه لفعل محذوف ممكن تبقى مفعول به لفعل ايه محذوف. يبقى هنشوف كده الايه بيقول ايه اقرا يا سيدي. قوله تعالى الذي جعل هو في موضع نصب بتتكون او بدل من ربكم او بدل من ايه اعبدوا ربكم الذي جعل لكم الارض ايه يبقى بدل او صفه لربكم او صفه لايه
ده ربك. نعم قول يا سيدي. او صفه مكرره او بادمار اعني. يبقى مفعول به بادمار ايه اعني. اذا كانت بدل يبقى في محل نصب، اذا كان صفه ها يبقى في محل ايه نصب، لان ربكم منصوب. واذا كانت بادمار اعني يبقى مفعول به كذلك في محل ايه، في محل نصب. ويجوز ان يكون في موضع رفع على ادمار هو الذي. ها في موضع رفع خبر اكتب عندك كده، ويجوز ان تكون ايه ها في موضع رفع خبر على ادمار ايه هو الذي، يبقى هو مبتدا والذي ايه والذي خبر. نعم. لكن ارجح الاراء ايه؟ ارجح الاراء القران موصول، ايات القران ايه موصول، يبقى لعلكم تتكون الذي جعل لكم، تبقى الذي تبقى ارجح الاراء ان تكون مفعول به لايه ها ليه لتتكون، ارجح الاراء. وليسي لان ايات القران موصول، حتى صور القران ايه موصوله، صور القران موصول. وجعل هنا متعدي، ولذلك احنا عندنا صورتين من قصار الصور، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ايه ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل، فجعلهم كعصف ايه ماكول. تمام كده. الصوره اللي بعدها بيقول ليه ليه ربنا عمل ده كله ايه لايلاف قريش ايلافهم. تمام كده. ليه؟ لان العرب كانوا متعودين الفوا رحله الشتاء والايه، ربنا بيجعلهم في امن عشان ايه هذه الرحله ايه تستمر. يبقى اذا الصور متصله بايه، الصور متصله ببعضها وليست منقطعه، كذلك الايات متصله بايه ببعضها. ورد عن بعض الصحابه انها هي وما بعدها كالسوره الواحده هي. نعم نعم بدون نعم فصل بسم الله. نعم. قول يا سيدي. وجعل هنا متعد الى مفعول واحد وهو الارض وفراشا حال. إذا قلنا أن جعل متعدي إلى مفعول واحد يبقى بمعنى خلق. اكتب عندك كده. يبقى جعل متعدي إلى مفعول واحد يبقى بمعنى إيه؟ خلق. خلق لكم الأرض. يبقى الأرض مفعول به ها؟ وفراشا حال. وفراشا إيه؟ حال. وإذا قلنا إذا قلنا أن جعل يتعدى إلى مفعولين يبقى بمعنى صيّر. يبقى من افعال التحويل، يبقى من افعال الايه التحويل. الارض مفعول اول وفراشا مفعول ايه ثاني، يعني مش ليس الامر امر انه يتعدى مره بمفعول ومفعولين، لا اذا تعدى الى مفعول به واحد يبقى بمعنى ايه معنى خلق، واذا تعدى الى مفعولين فبمعنى ايه صير وحول. وليسي نعم بمعنى هذه الايه ان الارض ما كانتش نعم ثم صيرت نعم معنى سيارة. لم تكن فراشا ثم سيارة. نعم. والله شوف انا عايز اقول لك حاجة. يعني النحويين بيوردوا الاراء ولكن دايما يعني اعرف ان لما يقول مثلا يعني احنا عندنا هنا بيقول ايه؟ الذي جعل في موضع ايه؟ نصب ايه؟ في الله يسلم الله يعني. وجعل هنا متعد الى مفعول ايه؟ ها؟ الى مفعول ايه؟ يبقى ذكر ايهما الاول؟ المتعدي الى مفعول ايه يبقى كان خلق الارض فراشا، مش قال لا وده الارجح، مش قال لا، ولكن اتى بالراي الايه الثاني كده جعل الارض ايه فراشا. قول يا سيدي. قول يا سيدي. وفراشا حال ومثله والسماء بناء. وجعل السماء ايه بناء معطوف عليه. ويجوز ان يكون جعل بمعنى صير فيتعدى الى مفعولين وهما الأرض وفراشا ومثله والسماء بناء. نعم. هنا عندي والسماء بناها. فين دي؟ لا 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 والسماء بناء. نعم. نعم بناء. نعم. صواب الخطأ إذا كان في خطأ عندكم في النص. وليسي. ولكم متعلق بجعل أي لأجلكم. نعم. من السماء متعلق بأنزل وهي الابتداء غاية المكان. نعم. ويجوز ان يكون حالا من السماء والتقدير ماء كائن من ماء والتقدير ماء كائنا من السماء ومن السماء ايه الايه بتقول ايه اللهم صل على رسول الله وانزل من السماء ايه ماء اما من السماء جر ومجرور متعلق بالفعل انزل يا اما حال لكلمه ايه ماء واحنا قلنا قبل كده ان الجر والمجرور بعد النكره بيعرب ايه
صفة، وإذا جاء قبل النكرة يعرف إيه؟ حال. يبقى هنا أقول الجر المجرور فيه متعلق بمحذوف في محل نصب إيه؟ في محل نصب حال. تمام كده معايا؟ وهي هو الأرجح أن تكون كذلك. قول يا سيدي. فلما قدم الجار صار حالا وتعلق بمحذوف، والأصل في ماء موه. يبقى اكتب القاعدة دي عندك، يبقى النكر، يبقى الجر والمجرور بعد النكرة تعرب ايه؟ صفة، وقبل واذا جاءت قبل النكرة تعرب ايه؟ تعرب حال. ولسي والأصل في ماء موه. نعم. لقولهم ماهت الركية لا ماهت ايه؟ الركية. الركية الرقية هي البئر. اكتب عندك كده، وماهت الرقية يعني ايه؟ ظهر ماء البئر. ماهت الرقية يعني ظهر ايه؟ ماؤها كده. طب الرقية البئر ايه؟ البئر التي لم تفض بعد، يعني لسه ايه؟ بئر جديد، لسه لم يظهر ايه؟ ماء، ها؟ لسه يعني لسه محفور، لسه ها تم حفره لكن لم يظهر الماء. فعندما يظهر الماء يقولون ايه؟ ماهت الايه؟ الرقية، يعني ظهر الماء، ظهر ماء البئر. قول يا سيد. قول يا سيد. وفي الجمع أمواه. نعم. فلما تحركت الواو وانفتح ما قبلها. يبقى هو جايب ماهت الرقية ليه؟ عشان يقول لي ان الماء اصلها ايه؟ موها. طب والمضارع بتاعه ايه؟ ماهت الرقية تموه. تموه، حط خط تحت اللي المضارع، لان ده اللي هيدلك على ان كلمه ماء اصلها ايه؟ موها. هتعرف الاصل من الايه؟ من المضارع. تموه. قول يا زيد. ثم ابدلوا من الهاء همزه وليس مقياس. ثم ابدلوا من الايه؟ من الهاء ما همزه، وطبعا ده ابدال غير قياس، لان احنا ما عندناش ابدال الهاء ايه؟ همزه. لكن معلش. قول يا زيد. من الثمرات متعلق بأخرج فيكون من لابتداء الغاية. نعم. ويجوز أن يكون في موضع الحال تقديره رزقا كائنا من الثمرات. برضو رزقا. الآية بتقول إيه؟ اللهم صل على رسول الله. وأخرج لكم من الثمرات إيه؟ رزقا. ممكن برضو من الثمرات متعلقة بأخرج أو إيه؟ أو حال من إيه؟ من كلمة ايه؟ رزقا. اخرج رزقا من الايه؟ من الثمرة. نفس الآية. قول يا سيدي. بعض الايه؟ اتفضل يا سيدي. نعم. بعد النكرة ايه؟ نعم. الجمل اشبه الجمل. اقرأ الآية. واخرج ايه؟ واخرج الايه؟ من الثمرات ايه؟ رزقا. رزقا واخرج رزقا من الايه؟ من الثمرات. يبقى رزقا مفعول ايه؟ به، ومن الثمرات اما الجار والمجرور متعلق بالفعل اخرج او حال من كلمه ايه؟ رزقا. لسه قايلين القاعده، من السماء ماء ومن الثمرات ايه؟ رزقا. نفس النظام. تمام كده معايا؟ يبقى جار ومجرور متقدم على الايه؟ على النكر. خلاص كده. في اعراب اخر قال لي من الابتداء الغايه كده، من الابتداء ليه؟ لا، في اعراب اخر قال ان من للتبعيض، اخرج من الثمرات يعني بعض الايه؟ من للايه؟ اكتب الاعراب اللي الثاني. يبقى من للايه؟ للتبعيض. يبقى اخرج من الثمرات يعني بعض الايه؟ الثمرات. طب ورزقا؟ قال تبقى مفعول لاجله. اذا اعتبرنا ان من للتبعيض يبقى رزقا ايه؟ مفعول لايه؟ لاجله. زي رزقا للعباد واحيانا. نعم. طيب ومن للبيان؟ من للايه؟ البيان. اخرج من الثمرات من كده رزقا، تبقى رزقا مفعول به. يبقى اذا كانت من للبيان تبقى رزقا ايه؟ مفعول به. واذا كانت من للتبعيض من كده يعني اخرج بعض الثمرات تبقى رزقا مفعول لايه؟ مفعول لاجله. قول يا سيدي. ولكم
أي من أجلكم. والرزق هنا بمعنى المرزوق. نعم. وليس بمصدر. نعم. فلا تجعلوا أي لا تصيروا أو لا تسمى. قصر الرزق اسم معنى مش قال لا أخرج لكم من الثمرات رزقا. رزق اسم معنى ولكن المقصود إيه؟ ما يرزقنا الله تبارك وتعالى إيه به. يبقى بمعنى الإيه؟ المرزوق. وليسي فلا تجعلوا أي لا تصيروا أو لا تسموا. نعم. ليكون متعديا إلى مفعولين. لا تجعلوا يبقى لا إيه؟ لا دي إيه؟ لا ناهية. ها تجزم الفعل الإيه؟ المضارع. وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الإيه؟ وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأمثلة الإيه؟ الخمسة. الأمثلة الإيه؟ الخمسة. قول يا سيدي. فلا تجعلوا لله إيه؟ أندادا. طب ايه هو الند؟ ها 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 الند اللي ايه؟ ها الند ها المساوي والمعاند. الند اللي ايه؟ المعاند. هيقول فلان ند لفلان يعني قاعد كده حطه في ايه؟ في دماغه مش كده؟ معاند له. هذه معنى الايه؟ معنى الند. طب هو ربنا له ند؟ ها ربنا لا ند ايه؟ لا ند له. ها ما القرآن بيقول لهم فلا تجعلوا لله ايه اندادا. قال لانهم الكافرين اعتبروها ايه؟ اعتبروها ايه؟ ند لله. زي مثلا واحد يقول انا اجيب لك بطل تمام كده عشان هيضربك وانا شايفه عصايه قدام اقول له يا عم زي بعض. ها هات لي البطل بتاعك. هو بطل؟ انا لما قلت عليه هات البطل يبقى هو بطل؟ هو مش بطل ولا حاجه ولكن انا بتهكم بيه مش كده؟ لا يبقى هنا فلما القرآن يقول فلا تجعلوا لله أندادا إنما يتهكم بالإيه؟ بالكفار. لأن الله تبارك وتعالى لا ند إيه؟ لا ند له. وليس هناك من يكون أبدا ندا للإيه؟ لله تبارك وتعالى. قول يا سيدي. فلا تجعلوا لله أندادا. أي لا تصيروا أو لا تسموا فيكون متعديا إلى مفعولين. نعم. والأنداد جمع ند وندي. نعم. نعم. وأنتم تعلمون مبتدأ وخبر في موضع حال. وأنتم تعلمون يبقى الجملة في محل نصب إيه؟ حال. تعال نرجع بقى أخرج به من الثمرات. الثمرات ده جمع إيه؟ ها؟ جمع إيه؟ جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم ولا جمع إيه؟ ها؟ 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 ثمرة هو إيه؟ كلمة الثمرات ده جمع قلة. طب هو الخير اللي ربنا بيبعته لينا قليل؟ ها الثمرات ده جمع ايه؟ جمع قله. يوم ليه جمع قله هنا ايه؟ قال لانه قليل بالنسبه لعطاء الله في الاخره. يبقى مهما كان عطاء الله كثيرا في الدنيا فهو قليل بالنسبه لعطاء الله في الايه؟ في الاخره. يبقى جاء الثمرات جمع قله ليه؟ لتدل على ان نعيم الله في الدنيا اقل بكثير من ايه؟ من نعيم الله في الايه؟ في الاخره. قول يا سيدي. وانتم تعلمون مبتدا وخبر. اكتب بقى معنى ند عشان تبقى عارف. قال الند المثل المنازع. الند هو المثل المنازع. وانا ضبط العباره اي لا تصيروا او لا تسمعوا او لا تسموا اللي هي ايه؟ بعد فلا تجعلوا. نعم. صح لما فين هي؟ فلا تجعلوا. ها فلا تصيروا. تمام كده؟ ها ها واي او لا تسموا. ها لا تسموا سميته من التسمية. لا تسموهم ايه؟ ها لا تسموهم اندادا. لا يصح ان تسموهم ايه؟ اندادا من التسمية. ها وفي الحالتين اذا قلنا ايه؟ ها لا تصيروا او لا تسموا له مفعولين ايه؟ له مفعولين وليس مفعولا ايه؟ واحدا. قلنا الند يعني ايه؟ المثل الايه؟ المنازع. نعم. قول يا سيدي. مفعول ومفعول تعلمون محذوف. نعم. تعلمون بطلان ذلك. نعم نعم. والاسم من أنتم أن والتاء للخطاب. نحويين بيقولوا لنا الضمير أنتم مش هو مش كل اللفظ هو الضمير. أمال الضمير إيه؟ قالوا الضمير أن. أمال التاء دي إيه؟ قال التاء دي للإيه؟ للخطاب. طب والميم؟ والميم علامة الايه؟ الجمع. والضمير هو ايه؟ هو أنا. ولكن انا بعتبر ده افتعال في اللغة
تمام كده. لكن لا احنا نقول ايه ان الضمير ايه أنتم. اساسا انت وانتم دي للايه للجمع. واحنا عندنا قاعده ان المبنيات ليس هناك لفظ ماخوذ من الاخر. يعني انت شيء لفظ وانت لفظ اخر وانتما لفظ ايه اخر وانتم ايه لفظ اخر. تمام كده. زيك لانها جامده الفاظ جامده ما نقدرش نقول اللفظ ده ماخوذ من ايه من هذا. كذلك اسماء الاشاره لا نقول ان ايه هذان تمام كده مثنى ايه هذا، ولكن لا نقول هذا لفظ اللي يشار به للايه للمذكر، هذان لفظ يشار به للايه المثنى. الفاظ جامده يعني كل لفظ ايه مستقل بايه بنفسه، ولذلك هي مبنيه. يعني من اسباب بناء هذه الاسماء انها ايه جامدة، يعني غير مأخوذ واحد منها من الايه من الاخر. يعني ما نقولش اللذاني مثنى الايه الذي، لا لا تمام كده، لانها لو مثنى الذي ما كانش تبقى كده، كان هتبقى ايه اللذياني كده، لا مش الذي في اخرها ياء، كنا هنقول ايه زي القاضي، القاضي لما نسميه نقول ايه القاضيان، ولا بنقول القاضان، نقول القاضيان. يبقى اذا ده يدل على ان اللذاني لفظ مستقل يختلف عن لفظ ايه اللفظ الذي، فهي الفاظ جامده ليس هناك لفظ منها ماخوذ من الايه من الاخر. ولسي وده من اسباب بناء، يعني من اسباب بناء هذه الكلمات انها ايه جامده. ولسي والاسم من انتم ان نعم، والتاء للخطاب نعم، والميم للجمع، وهما حرف معنى نعم. يعني هما حرف معنى، يعني التاء بتدل على الخطاب والميم للجمع، يبقى إذن حرفين بيدل على ايه على معنى. ولسي قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله نعم، فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. احنا عندنا إن أداة ايه أداة شرط، ها لها فعل شرط ولها جواب ايه. أين فعل الشرط عندنا؟ ها؟ كنتم فعل إيه؟ كنتم ده فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ لأنها إن أساسا تدخل على المضارع والمضارع، ها؟ تجزم فعل الشرط وتجزم جواب الإيه؟ جواب الشرط، ولكن هنا فعل إيه؟ فعل ماضي. هل يجوز إن إن تدخل على إيه؟ يكون جوابها فعل ماضي لفظا ماضي في الإيه؟ في اللفظ، لأن إن بتفيد الإيه؟ بتفيد المستقبل. فإذا جاء بعدها فعل ماضي فهو إيه؟ فهو ماضي في اللفظ ومستقبل في الإيه؟ في المعنى. ما عدا كان، ما عدا الفعل إيه؟ كان، فإذا جاء فهو يدل على الإيه؟ يدل على الماضي. فإذا جاء إيه؟ فعل شرط يدل على الإيه؟ على الماضي. يعني لما نقول مثلا إيه؟ إن حضر فلان هكذا؟ ها؟ فأكرمه إن حضر فلان. هل احنا بنتكلم عن الماضي ولا بنتكلم عن المستقبل؟ يبقى اذا حضر هنا اللفظ ماضي والمعنى ايه؟ والمعنى ليه المستقبل. طب وكان، قال اذا جه كان بعد ان يبقى لفظه ومعناه في الايه؟ في الماضي. لفظه ومعناه في الايه؟ في الماضي. ولسي قوله تعالى وان كنتم جواب الشرط فاتوا بسوره، يعني ان اداه الشرط وكنتم ايه؟ ها وكنتم ايه فعل الشرط وجواب الشرط ايه فاتوا بصورة من ايه من فاتوا ايه الفاء دي من كده. قال احنا عندنا جواب الشرط، جواب الشرط لازم يكون فعل مضارع، ها فعل ايه فعل مضارع ومثبت من كده، ها من يجتهد ها ينال الخير من كده، ينال خلاص كده فعل مضارع مثبت. طب لو جه امر هل يقترن بايه بالفاء؟ طب اذا جه نهي يقترن بالفاء، اذا جه استفهام يقترن بالايه الفاء، اذا جاء نعم الفاء دي بنسميها الفاء واقعه في جواب الايه الشرط. الفاء عندما تعرف نقول واقعه في جواب الايه الشرط.
بتفصل بين جواب الشرط الحقيقي وهو الفعل المضارع وغير الايه غير الحقيقي. اذا جه الفعل المضارع مسبوك بالسين او ايه او سوف، برضو ناتي بالايه، من يجتهد فسوف ينجح فسينجح كده. اذا جه الفعل المضارع مسبوك بايه بما او لن يقترن بالايه الفعل، من يهمل ايه فما ينجح فلن ايه فلن ينجح، يبقى ناتي بالايه بالفعل. اذا في حالات ناتي فيها بايه بالفعل اللي تقع في جواب الايه الشرط. عندنا حاجه كمان، اذا جاء الفعل فعل الشرط ماضي وجواب الشرط مضارع، يجوز في جواب الشرط المضارع الجزم وعدم الايه عدم الجزم كده. ها يعني لما نقول كده، ها من حضر يكرم ومن حضر يكرم، اكتب الجملتين دول عنه. فعل الشرط ماضي والجواب مضارع، هل يجوز فيه ايه؟ ها يجوز فيه الجزم والرفع. ممكن اقول من حضر يكرم، ممكن اقول ايه من حضر ايه ها يكرم، يبقى يجوز فيه الجزم والايه والرفع. اذا جاء فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، يجوز في فعل الايه مضارع الجزم والايه والرفع. قول يا سيدي. نعم. نعم. نعم، هقول الفعل في محل جزم مش الجمل. يعني اذا جه فعل الشرط ماضي او الفعل في محل ايه في محل جزم. قول يا سيدي. قول يا سيدي. نعم. لا يقال انها جمله. نعم. لانها مثلا فيها الفاعل منها ضمير مستتر. نعم. لا يقال انها جمله. لا يقال انها. يعني لما نقول ايه ان جاء زيد ها يكرم او يكرم، يبقى جاء دي اعربها ايه ان اداه شرط، وجاء فعل ماض مبني على الفتح في محل ايه في محل جزم. تمام كده، مبني على الفتح وليس الجمله وليس الجمله. القضية الجملة في جواب الايه شرط. يعني جواب الشرط بعد الفاء، جواب الشرط بعد الايه، يعني لما نقول كده ايه من يجتهد فسوف ينجح، فخلي بالكم ان اذا جاءت الفاء وبعدها فعل مضارع يكون مرفوعا ولا يجزم. ها لا يجزم، يعني ايه الفاء الفعل المضارع بعد الفاء لا يجزم بأداة الايه بأداة الشرط. اكتب عندك المثال، من يجتهد فسوف ينجح، يبقى الفعل المضارع بعد الفاء لا ايه ها لا يجزم، لا يجزم، لا يعمل ما قبل الفاء فيما ايه فيما بعدها. امال هعرفها ازاي؟ ها لما اقول فسوف ينجح نعرف الفاء واقعة في جواب الايه الشرط، وسوف حرف تسويف، وتسويف يعني ايه ها تأجيل للمستقبل، كلمة تسويف يعني تأجيل تفيد المستقبل. وينجح فعل مضارع مرفوع بالايه بالضمة، والفعل ضمير ايه مستتر تقديره هو. تمام كده. والجملة في محل جزم جواب الايه جواب الشرط، والجملة في محل جزم جواب الشرط. يبقى اذا جاءت الفاء في جواب الشرط ها يبقى ان لا تؤثر في الفعل المضارع الذي بعد الايه الذي بعد الفعل ابدا. وليسي وليسي قوله تعالى وان كنتم جواب الشرط فاتوا بصوره وان كنتم صادقين شرط ايضا جوابه محذوف اعني اغنى عنه جواب الشرط الاول. يعني احنا عندنا شرطين في اللي في الايه. الايه بتقول ايه ها الآية، اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة إيه وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أسلوب شرط تاني. طب لم يذكر الجواب كده أخذه من معنى الجواب الإيه الأول، يعني إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك فأتوا بصورة من إيه مثل، يبقى حذف جواب الشرط الثاني اعتمادا على جواب الشرط الإيه الأول. ولسي أي إن كنتم صادقين نعم. فافعلوا ذلك نعم. فافعلوا ذلك يعني إيه؟
فأتوا بصورة من مثله، مش هو نفس المعنى؟ قولي زيد. ولا تدخل أن الشرطية إن الشرطية، ولا تدخل إن الشرطية على فعل ماض في المعنى. لا تدخل إن الشرطية على فعل ماض في المعنى، ما ليه؟ إذا جاء بعدها فعل ماضي فعل شرط يبقى ماضي في الإيه؟ في اللفظ، ولكن المعنى هيبقى إيه؟ للمستقبل. يبقى فعل الماضي إذا جاء فعل شرط بعد إن الشرطية بعد أداة الشرط يكون إيه؟ ماضيا في لفظه مستقبلا في إيه؟ في معناه، ماضيا في لفظه مستقبلا في معناه. إيه؟ إلا على كان لكثرة استعماله. يبقى أساسنا من الأفعال دي إيه؟ كان. فعل كان، تمام كده؟ يبقى هيبقى ماضي في لفظه وإيه؟ ومعناه. ولسي. وإنها لا تدل على حدث. ليه؟ قال لأن كان ما فيهاش حدث. فاضي يا أستاذ. نعم؟ نفس النظام. نعم، نفس النظام، ما هو كل فعل منهم يدل على حدث. كان يدل على الزمن الماضي، وأصبح يدل على الصباح، وأضحى يدل على الإيه؟ على الضحى. يبقى نفس النظام، هو لما يتكلم عن كان بيتكلم عن كان وإيه؟ ها؟ وأخواته. كده؟ لأن كان لا تدل على إيه؟ على حدث. ولسي. مما نزلنا في موضع جر صفة لريب. مما نزلنا أي ريب أي ريب كائن مما نزلنا. كنتم في ريب أي ريب كائن مما نزلنا. نعم، مما نزل. نعم. والعائد على ما محذوف أي نزلناه، وما بمعنى الذي أو نكرة موصوفة. فإن كنتم في ريب مما نزلنا، ريب النكرة، يبقى الجر والمجرور إيه؟ في محل جر نعت الايه؟ لريب. نعم. والعائد على ما محذوف اي نزلناه. نعم. وما بمعنى مما نزلنا، يبقى ما موصوله من الذي ايه؟ من الذي نزلنا. يبقى واحنا عارفين ان احنا عندنا جمله الصله كده لابد فيها من ايه؟ من رابط. بس في قاعده عندنا بقى، قال يحذف الرابط المنصوب، ما هو نزلناه، مش هادي مفعول به، قال ايه يجوز ايه حذفه كده. اذا جاء الرابط مفعولا به لفعل متصرف يجوز ايه؟ ها، غير منفي يجوز حذفه كده، يجوز ايه؟ يجوز حذفه. اقول مما نزلنا، من الذي نزلنا، من الذي ايه؟ ها، نزلناه. يعني بقى عندنا صله الموصول اذا جاءت جمله فعليه كده وفعل متصرف، ها والعائد المفعول به يجوز حذف المفعول ايه؟ يجوز حذف المفعول به او ايه؟ او ذكره، يجوز حذفه او ايه؟ او ذكره. يعني لما نقول كده حضر الذي اكرمنا، اصلها ايه؟ اكرمناه، يبقى حذفنا العائد وهو مفعول ايه به، لان الفعل بتاعنا فعل ايه؟ ها، فعل مثبت وفعل متصرف كده، فيجوز حذف المفعول ايه؟ المفعول به العائد على اسم الايه؟ الموصول. ولسي. نعم. ويجوز ان يتعلق من بريب اي ان ارتبتم من اجل ما نزلنا. ويجوز ان يتعلق بايه؟ بريب، على انه ايه؟ بريب اي ان ارتبتم من اجل ما ايه؟ بريب، ريب مصدر، تمام كده؟ ريب مصدر، فهو بيعتبر ان المصدر الجر والمجرور متعلق بالايه؟ بالمصدر. يعني اعتبر ان الجر والمجرور متعلق بالايه؟ بالمصدر. ولسي. لكن هو حتى في التفسير اوله اي ان ارتبتم من اجلي. نعم. يعني في الآل الذي ايه؟ ارتبتم ايه؟ نعم، ما هو ريب، واحنا قلنا مصدر، والمصدر ممكن تحل محله الفعل. ممكن يحل محله الايه؟ الفعل. فأتوا يعني وكأن ان ارتبتم مما ايه؟ ها؟ ان ارتبتم مما انزلنا. فاهم كده؟ لان المصدر ممكن يحل محله الايه؟ الفعل. وليسي. فأتوا اصله ائتيوا. وماضيه اتى، ففاء الكلمة همزة. يبقى الفعل اتى والمضارع بتاع اتى ايه؟ ياتي. يبقى الالف اللي في الاخر دي اصلها ياء، مش كده ولا؟ طب هجيب بقى ايه؟ هجيب الايه؟ ياتي، هجيب منه الامر،
هقول ايه؟ ائتي. تمام كده؟ ائتي وهحذف الياء. هحذف الياء ليه؟ مجزوم بحذف حرف الايه؟ حذف حرف العل. تمام كده؟ طب ائتي هسنده الى واو الايه؟ الجماعه. هقول ايه بقى ايه؟ ائتيوا. تمام كده؟ ائتيوا. هنشوف نتصرف في الياء دي الاول. ائتيوا. هل الياء عليها ايه؟ ضم. عليها ضم. انقلها للحرف الصحيح اللي قبلها واحذفها زي ما عملنا في ايه؟ توتقيون. خلاص كده؟ يبقى حول ايه؟ ها؟ ائتوا. مش كده؟ ها؟ وبعدين قال ائتوا. تعالى للهمزتين اللي في الاول. الاولى همزه وصل. مش كده؟ همزه والهمزه الثانيه فاء الايه؟ فاء الفعل. والهمزه الثانيه فاء الايه؟ الفعل. قال احنا عندنا فاتوا عندما جاء بالفاء حذف همزه الوصل. حذف همزه الايه؟ الوصل. خلاص كده معايا؟ حذف همزه الايه؟ يبقى حذفت همزه الوصل وبقيت الهمزه الايه؟ الاساسيه. هنقراها بقى كده. بيقول ايه؟ ايه يا سيدي؟ فاتوا اصله ائتيوا وماضيه اتى وماضيه اتى. نعم. ففاء الكلمه همزه. فاذا أمرت فإذا أمرت يعني جعلته للإيه؟ للأمر. زدت عليه همزة الإيه؟ همزة الوصل مكسورة. تمام. فاجتمعت همزتان والثانية ساكنة فأبدلت الثانية ياء لئلا يجمع بين همزتين. يبقى إحنا عندنا آمن. لما نقول آمن إيمان بقى بعمل إيه بقى؟ بقلب الهمزة ياء بقول إيه؟ ايمان. تمام كده؟ فهنا برضو ايه؟ ائتوا. هيبقى هقلب الهمزه الثانيه ياء حول ايه؟ ايتوا. خلاص كده معايا؟ اكتبها عندك كده. يبقى ائتوا اصلها ايه؟ ها؟ قلبت الهمزه الثانيه ياء فصارت ايه؟ ايتوا. طب الالف الاولى دي همزه الوصل والياء بدلا من الهمزه الايه؟ الأصلية. الياء بدلا من الهمزة الايه؟ الأصلية. فلما أتيت بالفاء جئنا بالفاء فقلنا فأتوا حذفت همزة الوصل وعادت الياء إلى ايه؟ إلى أصلها ايه؟ همزة. عادت الياء إلى أصلها ايه؟ همزة. أنا عايزك تكتبوها بس بطريقة ايه كويسة. اكتب عندك كده. يبقى انا عندي اكتب عندك اتى وسهم كده واكتب ايه؟ ياتي. واكتب بقى ائتيوا. ائتيوا. قلنا بقى الهمزتين دول ايه؟ همزه الوصل والهمزه الثانيه ايه؟ فاء الايه؟ الفعل. ائتيوا. اجتمعت همزتان اكتب عندك. فقلبت الثانية ياء لانكسار الأولى لأن الأولى تحتها إيه؟ كسرة. فقلبت الثانية ياء لانكسار الإيه؟ انكسار الأولى. ولما اتصل الفعل بالفاء حذفت الهمزة الأولى اللي هي همزة إيه؟ ها؟ اللي هي همزة الوصل. حذفت الهمزة الأولى. ولما اتصل الفعل بالفاء حذفت الهمزة الأولى بين قوسين كده همزة الوصل. وعادت الهمزة الثانية إلى أصلها. يبقى إيه؟ الياء حولناها إلى إيه؟ إلى همزة مرة أخرى. يبقى ائتوا. وقلنا بقى هنتكلم عن الياء اللي في الاخر. ائتيوا. ايه اللي حصل؟ نقلت حركه الياء الى الايه؟ الى الحرف الصحيح قبلها ثم حذفت. فقلنا ايه؟ ها؟ فاتوا. التاء بعد ان كانت مكسوره اصبحت ايه؟ مضمومه. الضمه دي جت منين؟ ها؟ ضمه الياء لان اساسها ايه؟ ها؟ ائتوا.
نقلت حركة الياء إلى الصحيح قبلها ثم حذفت. ولسي ولسي. فإذا اتصل بها شيء حذفت همزة الوصل نعم استغناء عنها نعم ثم همزة الياء لأنك أعدتها إلى أصلها أشوفها نعم لزوال موجب ها لقلبها لأنك أعدتها حقراها أنا تاني لو سمحت أنا حقراها تاني فإذا أمرت فأتوا أصله إيه ائتيوا وماضيه أتى ففاء الكلمة إيه همزة فإذا أمرت زدت عليها همزة الوصل مكسورة فاجتمعت همزتان والثانية إيه ساكنة فأبدلت الثانية ياء لألا يجمع بين إيه بين همزتين وكانت الياء الأولى للكسرة إيه وكانت الياء الأولى شكل الأولى وكانت الياء الأولى لي يعني قلبت الهمزة الثانية ياء ليه لكسرة ما قبلها ها لتناسب الكسرة عشان كده قال الأولى تمام كده شكل الكلمة الأولى دي للكسرة قبلها فإذا اتصل بها شيء حذفت همزة الايه حذفت همزة الايه الوصل استغناء عنها ثم مكتوبة خطأ ثم همزت الياء همزت يعني ايه ها يعني ايه تحولت الى ايه عادت همزة اكتبها انت ايه ثم عادت الياء الى ثم اكتبها كده ثم عادت الياء الى اصلها ايه وهو الهمزة اكتبها عندك كده ثم عادت الياء الى اصلها وهو الهمزة لان العبارة غير واضحة في الكتاب ثم همزة الياء دي خطأ ثم عادت الياء الى اصلها وهو الهمزة اشطب على ثم همزت الياء دي او ثم همزة الياء دي واكتبها كده ثم عادت الهمزة الى اصلها ثم عادت الياء الى اصلها وهو الايه وهو الهمزة ويلي سيد هو بقى هيديني قاعدة بيقول لي الهمزة دي في كل الاحوال هتقلب ياء قال لي لا اذا كانت مسبوكة بفتحة تقلب ايه ألي وإذا كانت مسبوكة بكسرة تقلب إيه؟ يا وإذا كانت مسبوكة بضمة تقلب إيه؟ تقلب واو وإحنا عندنا المثل أمنة ها لما نجيب أقول أأمنة أقول إيه بقى؟ ها أقلب الهمزة اللي إيه؟ الثانية ألف أقول إيه؟ آمنة إيمان أقول إيه؟ إيمان أؤمن أؤمنوا أصلا أؤمنوا ايه اللي حصل بقى هل تقلب الهمزه الى ايه الى واو يبقى حول ايه اومنوا احنا خدنا قبل كده ان قلبها الى واو هنا واجب لابد من قلبها ايه واو ولكن ليه مع حرف المضارع اللي هو الهمزه مع الهمزه لازم اقول ايه اومن انا اومن بكذا خلاص كده وما ينفعش اقول انا ايه اؤمن ولكن لو جبت حرف مضارع غير الهمزه يعني ايه نؤمن ها ويؤمن وتؤمن يجوز بقاء الهمزه او قلبها واو يجوز بقاء الهمزه او قلبها ايه يبقى حولي بقى نؤمن وايه ونؤمن ويؤمن وايه ويؤمن وايه وهي تؤمن وايه وتوم يبقى يجوز الوجهين اما مع الهمزه فلا بد من قلب الهمزه ايه واو حول ايه انا ها أؤمن ولا يصح أن أقول أنا إيه أؤمن ولسي ويجوز قلب هذه الهمزة ألفا إذا فتح ما قبلها مثل هذه الآية وياء إذا انكسر ما قبلها كقوله الذي لا هو جايب ائتمن ائتمن فقال إيه ائتمن والأمثلة ضعيفة ولكن أكتبها إيه إيمان أحسن اكتب إيمان وبعدين اكتب إيه إيمان إيمان وبعدين اكتب إيه إيمان ولسي كقوله الذي إيتمن فتصيرها ياء في اللفظ وواو إذا انضم ما قبلها كقوله يا صالح ائتنا
أوتنا. دي قراءة، هي القراءة تاعها على في القرآن في المصحف يا صالح هو ائتنا شكرا لله. لكن هنا ايه مش عارف جايب المثل ده منين او هي قراءة، ولكن احنا نكتب بقى ايه، نكتب احسن اؤمن وايه واؤمن، اكتبها عندك كده، اكتب اؤمن ده مثال احسن بدل الامثلة المشوشة دي. ومنهم من يقول ذن لي، اصلها ايه؟ يبقى حذف ايه؟ حذف الهمزتين، اكتب عندك كده. ومنهم من يقول ذن لي، فحذف الايه؟ هلا احنا الهمزتين هيعملوا لنا شغلا، نشيلهم ايه؟ ها نمشيهم الاثنين. هو يقصد يعني في سورة التوبة ومنهم من يقول ذن لي ولا تفتني. يبقى في قراءة كده، خد بالك؟ يبقى ذن يبقى عمل ايه؟ حذف الهمزتين. الفعل أزن، ها؟ ائذن، يبقى همزه الوصل والهمزه فاء الايه الفعل، حذف الايه الهمزه، اكتب كده فحذف الهمزتين عشان تبقى عارف. من مثله الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتي بصوره من ايه الابتداء، ويجوز ان تعود على القران. فاتوا بصوره، ايه هي الصوره؟ هل الصوره اما كلمه الصوره دي اما الواو اصليه مأخوذة من الصور، تمام كده، وهو اللي مجموعة من اللي من القرآن مصورة بإيه؟ بصور، يبقى الواو أصلي، أو كلمة يبقى الصورة مأخوذة من إيه؟ من صور المدينة أو صور المكان، والواو أصلي، تمام كده، لأنها تصور مجموعة من اللي من القرآن. أو الصورة بمعنى الرتبة، اكتب عندك إيه؟ الصورة بمعنى الإيه؟ الرتبة. وكأنك كلما قرأت صورة كلما ارتقيت ايه؟ ها؟ رتبة ومقاما. وقيل الصورة الواو ليست اصلها همزة. قيل ان الواو اصلها ايه؟ وهي بقى ايه؟ السؤرة. عارفين السؤر؟ تمام كده؟ هي البقية والقطعة. يبقى كأنه عايز السؤر، يبقى معناها السؤر. يبقى ايه؟ القطعة من القرآن أو الجملة من الايه؟ من القرآن. يبقى اما الواو اصليه يا اما الواو اصلها ايه؟ اصلها همزه. قول يا سيدي. سيدي هو قال هنا فيكون من الابتداء ويجوز ان تعود على القران، فيكون من زائد. فاتوا بصوره ايه؟ من مثله. احنا وصلنا لقوله تعالى من مثله. نعم. قال هنا الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتوا بصوره من ايه؟ من رجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش مثل رسول الله، تمام كده معايا؟ فاتوا صورة من ايه؟ هو هنا عبر عنها بياء المضارعة فيكون من الابتداء اللي هي ياء يكون، ثم عبر عنها بتاء التأنيث فتكون من زائدة في السطر الأول، فيكون من الابتداء ويجوز أن تعود على القرآن فتكون من زائدة، عوض عنها. أقراها أنا كده، من مثله الهاء تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من للابتداء. حرف الجر من يكون للايه؟ للابتداء. ويجوز أن تعود على القرآن يعني من مثل الإيه؟ القرآن. من مثل القرآن، فتكون من إيه؟ طب ما قالش ليه فيكون من زائدة كما قال في الأولى؟ لا 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 لا، من مثل رسول الله، من هفاتوا صورة من مثل رسول الله، هو قال هفاتوا بشخص مثله، فلا قال بصورة من إيه؟ من مثل ما جاء به إيه؟ رسول الله. ولكن لما قال عائد على إيه؟ ها؟ على إيه؟ ها الهاء على عايد على ايه؟ على ما نزلنا، مش كده قلنا؟ ما نزل ايه بقى؟ ايه بقى؟ فاتوا بصوره مثله، فاتوا بصوره ايه؟ مفهوم معايا ولا لا؟ فاتوا بصوره مثله، تبقى مين زائد؟ اذا كانت الهاء عايد على ما ايه؟ ما نزلنا من القران، ما. اما اذا كانت الهاء عايد على الرسول، يبقى هتقول ايه بقى؟ يبقى من الابتداء وأصلية حرف جر أصلي، فأتوا بصورة من مثل ما جاء به رسول الله، من مثل ما جاء به رسول الله، تبقى من إذا كانت الهاء عائدة على الرسول تبقى الهاء المن تبقى إيه؟ الابتداء كده. إذا كانت عائدة على الآيات تبقى من إيه؟ زائدة. فأتوا بصورة إيه؟ ها؟ مثله. ولسي ويجوز أن تعود على الأنداد بلفظ مفرد كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. ويجوز أن تعود على الأنداد بلفظ الإيه؟ بلفظ الإيه؟ بلفظ المفرد. فأتوا صورة من إيه؟ من مثله. وده رأي ضعيف إن الهاء عائدة على الإيه؟
على الأنداد، ده رأي إيه؟ رأي ضعيف. وليسيد كقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما إيه؟ مما في بطونه. مما في بطونه هو الأنعام هناك، يبقى كان إيه؟ مما إيه؟ في بطونها، مش كلا للجمع. ولكن إحنا عارفين إن 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 من وما اللي هي الأسماء اللي إيه؟ الموصولة ها يعود عليها اللي إيه؟ العائد، ممكن يبقى مفرد أو إيه؟ أو جمع. ومنهم من يستمع إليك، ها؟ ومنهم من إيه؟ من يستمعون إيه؟ إليك. يبقى يجوز إن العائد يعود عليها مفرد أو يعود عليها إيه؟ يعود عليها جمع. ويلي سيد. فلما يقول ويجوز أن تعود على الأنداد بلفظ الإيه؟ بلفظ المفرد، يعني ممكن تكون الهاء دي عائدة على الأنداد. طب الأنداد جمع والهاء هنا للإيه؟ للمفرد، فكيف عادت؟ قال لأن إحنا عندنا إن الضمير يعود على الإيه؟ ممكن يعود على الجمع بالإيه؟ بالمفرد كما يعود على أسماء الموصول. قول يا سيدي. وادعوا لام الكلمة محذوف. وادعوا الفعل دعا مش كده؟ يدعو. فلما حسنده إلى واو الجماعة حامل إيه؟ هل تحذف الواو الأصلية؟ حذفت الواو الإيه؟ الأصلية. طب وزن ادعو إيه؟ افعوا، تمام كده، اكتب الوزن عن. يبقى لام الفعل حذفت ليه؟ بسبب واو الإيه؟ واو الجماعة، لأن أنا مش حاجمع بين الواو اللي هو حرف العلة وواو الإيه؟ الجماعة. نجيب أقولها تاني، الفعل دعا والمضارع إيه؟ إحنا بنجيب الأمر منين؟ بنجيبه من المضارع، الفعل يدعو مش كده؟ يدعو على وزن يفعل. مش كده؟ وبعدين وبعدين هجيب الامر هقول ايه؟ ادعو، مش كده؟ يبقى ايه؟ بقى مجزوم بحذف حرف الايه؟ العل. طب هسنده بقى الى ايه؟ الواو الجماعه هقول ايه؟ ادعو، تبقى الواو دي واو الجماعه وحرف العل ايه؟ محذوف. يبقى ادعو كما قال زميلكم على وزن ايه؟ افعوا. ولسي يدعو من استطاعكم ايه؟ وادعوا لام الكلمة محذوف. لام الكلمة محذوف اللي هو ايه؟ الواو. اكتب عندك كده، وهو الواو. او لا. لأنه حذف. لأنه حذف في الوا لأنه حذف في الواحد. حذف في الواحد دليلا على السكون الذي هو جزم في المعرب. في المعرب. مش حذف في الواحد، يعني لما أمرت واحد قلت ادعوا، الواو حذفت ولا لا؟ ها؟ يبقى مجزوم بإيه؟ بدل السكون. يبقى مجزوم بحذف حرف علة، وهذا الجزم حرف العلة هنا جزم فرعي، لأن الجزم أساسا بإيه؟ بالسكون، عشان كده قال كده. هقراها أنا تاني أهو. فين يا سيدي؟ لأنه حذف في الواحد اللي هو كلمة أدعو. اكتب عندك كده، الواحد اللي هو أدعو، اكتبها هكذا، أدعو العين عليها ضمة، مجزوم بحذف حرف العلة دليلا على السكون الذي هو جزم في الإيه؟ في المعرب. يبقى الجزم في الاسم المعرب بالسكون، والجزم هنا بحق. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن أكبر، لو قلت وصفها نوش حنصفها وكفيها. الله الله يا ربين على مسلمين، يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله، وسلم اسم الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بفرقهم متى شاءتنا الله، بدع لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن أكبر، لو قلت وصفها نوش حنصفها وكفيها. الله الله يا ربين على مسلمين، يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله، وسلم اسم الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء بفرقهم متى شاءتنا الله، بدع لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى